السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97FM في حلقة جديدة ومتنوعة وغنية من برنامجكم اليومي المتجدد دائما تراحيب. حياك الله ياسمين. حياك الله ياسمين، يا مرحبا ومسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وفي حلقة جديدة راح نتكلم فيها بإذن الله تعالى عن نتائج جائزة الشيخ غانم بن علي الثاني لحفظ القرآن الكريم. نعم يا خالد، وأيضا من تناول آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بعد أيام، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى اللي بإذن الله تهمكم وتهمنا بإذن الله تعالى. إذن أعزائي المشاهدين، البداية راح تكون مع قرار تمديد اللجنة المنظمة لمعرض الرياضيات حياتنا طبعا للعلوم والرياضيات التفاعلية لفعاليات الحدث، واللي تقام برعاية شركة ريثيون. نعم، شركة ريثيون مثل ما قال أخوي خالد. المعرض ينظمه ويستضيفه النادي العلمي بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في الدوحة لمدة تزيد على شهر اعتبارا من يوم 5 نوفمبر وحتى العاشر من ديسمبر. نعم خالد، طبعا هذا التمديد يأتي بعد النجاح الهائل الذي حققه المعرض في دورته الافتتاحية بدولة قطر خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري. طبعا افتتاح المعرض وجانب من فعالياته نشوفه وياكم من خلال التقرير التالي. افتتحت اليوم فعاليات معرض الرياضات حياتنا الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة قطر والنادي العلمي، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتشجيع عملية التعلم وتعزيز بيئة مواتية لإطلاق قدرات الشباب القطري، بالإضافة إلى دعم الأهداف الرئيسية للنادي العلمي القطري. معرض أهميته بأنه في أجهزة تفاعلية تعلم طلبة المدارس أو الإنسان العادي كيف أن إحنا نتعامل ويا الرياضيات في حياتنا. كل أمورنا اللي حولنا في حياتنا، في الشارع، في السيارة، كلها الرياضيات. فعندنا أجهزة تفاعلية تبين هذا الشيء، أن شلون أهمية الرياضيات وأن شلون إحنا نتعامل ويا الرياضيات، وأهمية هذا المعرض لأنه يسهل لطلبة المدارس أنهم شلون يتعلمون الرياضيات بالأمور الحياتية اللي موجودة. المعرض قدم تجارب محاكاة تفاعلية مهمة لطلاب المدارس لاستكشاف بعض المفاهيم الرياضية المتعلقة بالرياضات الشعبية الأولى في قطر، كتجربة صد ركلة الجزاء، لعبة صممت خصيصا للشباب القطري وذلك تقديرا لاهتمام الدولة ودعمها لكرة القدم قبل استضافتها لبطولة كأس العالم 2022. والجدير بالذكر هو تمديد النادي العلمي فترة المعرض، وذلك بعد النجاح الواسع الذي حققه في جولته الأولى في جامعة قطر، حتى تعم بذلك الفائدة وتتمكن جميع المدارس من زيارة المعرض. ومن علم الدنيا مشاهدينا الكرام إلى علم الآخرة، فقد وزعت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ غانم بن علي آل ثاني لحفظ القرآن الكريم أمس جوائزها على الفائزين الذين شاركوا بالنسخة العاشرة. نعم، وطبعا معنا اليوم في الاستديو الشيخ خالد بن محمد بن غانم رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة. يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله في استديو تراحيب. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. يا مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا ومسهلا فيك يا شيخ. في البداية لو يعني نبارك لكم هذا التميز، وشون كانت مشاركة النسخة العاشرة هذا العام؟ ايش اللي ميزها عن النسخ اللي قبل؟ الحمد لله رب العالمين، النسخة العاشرة 10 سنوات من عمر المسابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أمس كنت أقول حق طلاب والحضور الكريم، كان احتفالنا احتفالين في الحقيقة. احتفال بالفائزين من طلاب وطالبات حصلوا على المراكز الأولى، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وينفع بهم الأمة. والاحتفال الثاني مرور 10 سنوات من المسابقة ما شاء الله. وكان هذا العام عندنا مع بهذه المناسبة إطلاق موسوعة مغانم للسنة النبوية، أطلقناها في موقع للإنترنت. جميع المخطوطات المتعلقه بصحيح الامام البخاري، اكثر من 2500 مخطوط للباحثين اتحناهم، كان بهذه المناسبه اطلقناها الحمد لله. نعم. طيب شيخ خالد، انا ودي اسالك يعني ما هي الفئات اللي يتم تقسيم الجائزه عليها؟ ايوه طبعا احنا عندنا كمشاركه 11 فئه، فئات حفظ وتفسير وفئات حفظ فقط وفئات تلاوه. بالنسبه لفئات الحفظ والتفسير حفظ القران الكريم كاملا مع تفسير جزء عامه، وهذه الفئه يدخل فيها مشاركين من روايات اخرى كذلك غير روايه حفص العاصي المشهوره، وحفظ 25 جزء مع تفسير سوره اعلى الى الناس، وحفظ 20 جزء مع تفسير سوره الضحى الى الناس. هاي بالنسبه لفروع الحفظ والتفسير. ثم فروع الحفظ فقط اللي حفظ 15 جزء 10 اجزاء وخمس اجزاء وثلاث اجزاء ما شاء الله. وفي فئه خاصه بالحفظ فقط حفظ جزء عامه لامهاتنا كبار السن، هذه فئه خاصه للطالبات اللي هم قسم الطالبات لامهاتنا كبار السن. ثم فئات تلاوه، تلاوه القران الكريم كاملا، ثم تلاوه نصف القران الكريم، وتلاوه جزء عام للطلاب ما دون 8 سنوات يعني. نعم. انا يعني يمكن لفت انتباهي اللي هو الفئه اللي هي لكبار امهاتنا. هاي موجوده عندكم من قبل شيخ خالد؟ اي نعم من قبل موجوده، هاي تقريبا صار لها يمكن 5 سنوات. شلون تفاعل الكبار؟ يعني يمكن تقول يعني كبار السن وربات المنازل ما عندنا وقت او ما في وقت عن حظ، لكن يمكن تسهلتوا عليهم انه يكون جزء عامه فقط يعني. نعم. يحتاج وقت بسيط ممكن في اوقات فراغها ان هي تحفظ جزء عامه وتي تتلو عندكم او بالحفظ. اي نعم حفظ تجويد وكل شيء صح؟ طبعا. شلون تفاعلهم معاكم؟ والله هذه الفئه خاصه لها ميزه خاصه يعني عن جميع الفئات، فئات كلها الطلاب صغار يعني كل المشاركين اصغر من 25 سنه عندنا يعني. طلاب تبدا من 7 سنوات 8 سنوات الى اكبر طالب 25 سنه، اما هذه الفئه خاصه يعني امهات سن بعضهم في 80 سنه بعضهم في السبعينات بعض، فيعني لها طعم خاص يعني عند في قسم النساء يعني. احنا قسم الرجال ما عندنا كبار الله يطول في اعمارهم ان شاء الله ويبارك فيهم ويجزاهم خير. الله يبارك فيكم انتم بعد ما قصرتوا، الله يجزيكم خير على هذه الفئه وهذه اللفته. وليش ما يكون زين حق بعد كبار السن؟ لان هناك دور التحفيظ الله يجزاهم خير عندهم يعني مخصصين محفظات خاصات لهذه الفئه من فئه الامهات، فاحنا على هذا الاساس عملنا لهم مسابقه خاصه. يمكن بعد ربات المنازل يكونون فاضيين فتره الصباح. صحيح صحيح هم يروحون الصباح، وكذلك الطلاب الصغار والطالبات فترة الصباح يكون دور المراكز إن شاء الله فيه. بالعكس يعني هذا الواحد يفتخر فيه يعني، وخصوصا الواحد يتمنى انه يكون عنده واحد من فلذات كبده انه حافظ لكتاب الله عز وجل. انا اعتقد ان هذه افضل هديه وافضل تركه الواحد يعطيها حق ولده ولا حق بنته، والله يجعلنا منهم ان شاء الله باذن الله تعالى. الشيخ انا ودي اسالك يعني ما هي الجوائز التي رصدت لمثل هذه المسابقه او للفائزين؟ الجوائز والله لا تهم يعني في هالموضوع ما تهم، يكفي ان الواحد حافظ لكتاب الله العالم بالاجر اللي راح ياخذه من رب العالمين والجائزه من رب العالمين. ولكن ما هي الجوائز الماديه او التشجيعيه اللي رصدت من عندكم؟ طبعا مثل ما ذكرتم الجائزه الاولى هي جائزه حفظ هذا الولد لكتاب الله سبحانه وتعالى، او حتى مو بحفظه حتى فهمه. احنا عندنا التفسير حتى الطالب يفهم معاني القران الكريم، يفهم لان القران الكريم عمل قبل حفظ او شيء من هذا، فهذه اول جائزه. اما بالنسبه للجوائز التشجيعيه اللي نعطيها للطلاب في 3 اقسام، جائزه حق الطالب هي الجائزه العاديه المعروفه حفظ القرآن الكريم كامل 20,000 وتنازل 17 16 ونص 16 وبهالطريقه الفئات. نعم. وفئه جائزه للمدرس اللي درس الطالب ما شاء الله، ويوم ما يقدم الطالب استمارته يتم تسجيل المدرس اللي قاعد يدرس عنده. نعم. فهذه كذلك تعمل منافسه بين المدرسين نفسهم غير الطلاب. نعم. حتى يتشجع يعني بعض المدرسين عنده طالبين 3 4 يحصلون على الجواز يشارك فيهم. صحيح. وكذلك ثم النوع الثالث من الجوائز هي جائزه المراكز، يعني المركز اذا حصل على مثل طالب المركز الاول نقاط معينه، حصل على المركز الخامس نقاط معينه، في نقاط اكثر 5 مراكز يحصلون على نقاط لهم 5 مراكز الاولى جوائز لرئيس المركز وكذلك الطاقم الاداري له، ونفس الموضوع للطالبات. ثم عندنا هاي بالنسبه للجواز الاول، ثم عندنا جواز للمتميزين. هاي المتميزين اللي يحصلوا على فوق 90 وفوق 80 درجة وبس ما طلعوا من الأوائل، هذول كذلك لهم جوائز تشجيعية خاصة لهم. ممتاز. يعني تعطى لهم. الحمد لله احنا هالسنة فوق ال 540 فاز يعني طالب وطالبة فازوا بالمسابقة بحمد الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيهم ان شاء الله ويجعلهم من الحفاظة ان شاء الله اللي يشفعون لوالديهم يوم القيامة. احنا انا بطلع من موضوع الأسئلة، انا بتكلم عن كولي امر، انا عندي عيالي ابي احفظهم القرآن. شيخ خالد، من واقع خبرتك انت وعندكم هذا المركز، متى نبتدي مع عيالنا؟ يعني هل نبتدي معاهم منهم صغار؟ بعض الناس يقول لك والله يا اخي اهم شيء يعني عنده يعني اكيد مش اهم لكن يعني مشغول بدراسته مثلا وواجباته وما يطلعون. بعض الاولاد خصوصا يعني نحن نلاحظ ان بعض الاولاد ما يطلعون الا الساعه 3، ما يوصلون البيت 3 و4 العصر. متى يبتدي؟ شلون يحافظ؟ كم المده اللي ممكن يحفظ فيها ويختم فيها القران؟ ما احنا يعني نلاحظ كثير من الناس يدخل عياله حفظ القران، حفظ ما حفظ سنه سنتين طلع، حفظ له جزئين ثلاثه اربعه. بعضهم يعني بعضهم ما شاء الله عنده ملكه الحفظ، فممكن نستغلها يعني. صحيح. ممكن انه في هو صغير يختم القران. صحيح. ايش نصيحتك؟ ايش خطه الطريق اللي يحطها الولي الامر لابنه عشان يحفظ القران بدون ما يتعارض مع اهتماماته الاخرى؟ شلون؟ وطبعا الطالب يستطيع يبدا في الحفظ من سن مبكره، يعني 4 سنوات كذا يبتدي، ممكن يبتدي يحفظ. بس في المراكز هو من تقريبا 5 سنوات ونص 6 سنوات ممكن يدخل الطالب المراكز، يبتدي اول ما يتعلم القاعده النورانيه. القاعده النورانيه هي تعلمه كيف طريقه القراءه. نعم. فاذا استطاع الطالب يقرا الحفظ، ايش تلقين هو الولد الصغير يتلقن الايه يرددها ثم يحفظها. بس اذا عرف القراءه سهل عليه الحفظ. النورانيه تساعد على مخارج الحروف، يضبط مخارج الحروف، مخارج حروف، يضبط، يعرف يقرا الرسم القراني، يعرف كذا. حتى الحمد لله يعني من فتره بسيطه المدارس، حتى المدارس الابتدائيه اخذت هذه التجربه من مراكز التحفيظ، ويبون يطبقونها الحين في اول ابتدائي وثاني ابتدائي في المراكز الحكوميه. نعم. اللي هي القاعده النورانيه. القاعده النورانيه صراحه انا يعني ودي والله العظيم انا اوجه هذا الكلام للمجلس الاعلى للتعليم. القاعده النورانيه يمكن تاخذ لها 6 شهور 7 شهور لان الطالب يتقنها. صحيح. احنا يوم كنا صغار في الابتدائي كنا تقريبا مش القاعده النورانيه، ولكن كنا ننطق الحروف بجميع يعني بدو دي دا مثلا كنا ننطقها ونطلع في الاخير احنا نقول يعني ما منها فائده، لكن هي منها فائده في مخارج الحروف. لكن لو بنطبق القاعده النورانيه هذا افضل حتى من اللي كان قبل في مخارج الحروف، في ان الطالب يتقن القراءه حتى الحركات يتقنها. يعني حتى الطالب ما شاء الله بعض الطلاب يعني بعد ما يخلصها يعني على حسب هو طبعا ذكاء الطالب، بعضها يخلصها 6 شهور، بعضها ياخذ له سنه تقريبا. بس هذه الفتره يعتمد على اجتهاد ايضا، اجتهاد واجتهاد ولي الامر واجتهاد كذا. فاذا اتقنها يعني ممكن الطالب قبل ما يدخل الابتدائي ما شاء الله عليه، حتى تشوفه مثلا لافتات في الشارع كذا يقدر يقراها. هذا طبعا حتى يعني الوالد يحس يعني بفرحه، او الوالده تحس بفرحه اذا شافت ولدها يستطيع يقرا بكل سهوله. والحمد لله يعني اذا دخل حتى الابتدائي كذا سهل عليه الكتابه، سهل عليه كذا بكل سهوله. يعني يقدر يتعلمها من متى يا شيخ خالد؟ هذه من 5 سنوات ل 6 سنوات يبتدي. القاعده النورانيه يعني القاعده النورانيه نوجه هذا الكلام لولي الامور. القاعده النورانيه كبدايه لاي طالب يقدر يتعلمها من الصف الخامس في اي مركز من مراكز التحفيظ. وبعد انا ارد واقول للمجلس الاعلى للتعليم لو انه يطبق هذا في مناهج التربيه والتعليم، يكون في المناهج الابتدائيه باذن الله، يعني هذا شيء جيد للطلاب. مثل ما قال الشيخ خالد حتى اللافتات الاشياء قد يقراها وهو صغير. ليش؟ لانه متعود على القاعده النورانيه. نعم الشيخ خالد انا ودي اسالك، يعني ما ادري اذا نقدر نفصل شوي في القاعده النورانيه، بحيث البعض من الناس يمكن يجهلون البعض يعني من العلم هذا عن القاعده النورانيه، وبعدها نستكمل معاك الاسئله. القاعده النورانيه بشكل بسيط هي تعليم الطالب الحروف. تعليم طالب الحروف في الطريقه المعتاده يعني في المدارس وكثير من المدارس وكذا. انا مثلا يقول له مثلا هذا حرف الالف، مثلا يقول له الحرف الف باء كذا، يقول له هذا حرف الالف ارنب، مثلا باء باب. طبعا الطالب هو صغير هو ما يستوعب الف، يعني ذهنه ما يستوعب الف صوره ارنب، تيجي في ذهنه يجي صوره ارنب وما يربط ايش دخل الالف بالارنب. وانت مثلا تقول تقول له حرف الباء ثم تقول له باب، ايش دخل باء وباب؟ وطبعا الصغير ما يقدر يشرح هذه الامور. صحيح. بس هي بذهنه تدور يعني. نعم. اما القاعده النورانيه هي تعلم الحروف بشكل مجرد. نعم. ثم تربطها بالقراءه، يعني حرفين بالمقطع. يعني مثلا باب، مثلا باء هذه مثلا مقطع. نعم. باء الثانية هذه مقطع ثاني. نعم. يعني هي بالصوت ما تعتمد على الالف، ربط الكلمات يعني. تعتمد على المقاطع الصوتية. نعم. للكلمات. وهذا خبر حتى احنا يوم كنا صغار قبل كانوا كذي نظام التدريس يبتدون هو زمان. نعم. هذا يعني في الكتاتيب وكذا كان هذا عندهم طبعا في اكثر من طريقة. نعم. في الطريقة البغدادية، في طريقة القاعدة النورانية، هذه في اكثر من كتاب. نعم. في نفس الفكرة الأساسية. صحيح. مسار القاعدة النورانية أثبتت نجاحها وسرعة استجابة الطلاب لها بشكل ممتاز. كبير يعني ممتاز. ثم يتعلم الطالب طبعا حركات مثلا باء مثل ما قال باء بو مثلا دا دي ثم تربطها بالكلمة الثانية كشكل مقاطع فيسهل على الطالب القراءة ويسهل عليه الكتابة يعني فترة موجزة يعني بفضل الله سبحانه. والله ننصح الصراحة أولياء الأمور بأن يلتفتون لهذه القاعدة النورانية وأن يحفظون عيالهم صحيح. فيها الصراحة يعني مثل ما قال الشيخ خالد أنها تسهل عليهم حتى الكتابة والقراءة وتسهل عليهم أمور كثيرة وتقدر تبتدي مع ولدك من عمره 5 سنوات. لو بنتكلم عن يعني هذه المسابقة يا شيخ خالد أكيد أنا جنيتوا أنتم ثمارها حاليا وما زلتوا تجنون. كلمة توجهها أنت للفائزين وإيش هي خططكم المستقبلية في نفس الوقت؟ الفائزين صراحة بارك لهم يعني البارحة فرحنا فيهم نعم. سواء من طلاب وطالبات حتى رؤساء مراكز وكذلك المدرسين يعني كانت فرحة البارحة يعني عرس لهؤلاء يعني حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أهل الله خاصة فنوي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وينفع بهم الأمة إن شاء الله تعالى الله. وهذا القرآن مثل ما ذكرنا هو للعمل وليس نعم. يعني حفظه نعم. بدون عمل ما يعني الأساس فيه طبعا القرآن كله بركة بس نعم. الأساس فيه أن يعمل بهذا القرآن الصحابة نعم. كانوا يقولون نعم. يعني ما نتجاوز الآية إلا بعد ما نعمل فيها فهذا الأساس أن نوجههم للعمل بالقرآن الكريم ثم إتقانه وحفظه. وإن شاء الله بالنسبة للمسابقة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني الحين الحمد لله السنة العاشرة وفيها فتحنا يعني فرع القرآن وصارت فيها فعاليات مصاحبة كثيرة لها مثل مجلس الحديث النبوي السنوي الحين صار إن شاء الله 5 سنة بصير للسماع مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى احنا متأملين إن شاء الله نطور موضوع الموسوعة موسوعة الحديث أن تدخل فيها كتب ثانية إن شاء الله تتاح للباحثين وكذلك نطور في موضوع مجالس السماع بحيث تكون فيها أشياء مصاحبة أيضا لها مثل بحوث وكذلك جوائز بحثية وإضافة إن شاء الله ممكن إن شاء الله خلال فترة وجيزة ممكن يعني نطلق مؤسسة يعني مركز الشيخ غانم يكون حتى إنسان في الحفظ والتلاوة والتجويد وإقامة بعض الفعاليات إن شاء الله تعالى على مدار السنة تكون مو موسمية تكون على مدار السنة إن شاء الله. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم الخير ونشكرك على حضورك معنا الشيخ خالد بن محمد بن غانم. الله يوفقكم إن شاء الله ونتمنى لكم المزيد من التوفيق باذن الله تعالى وان شاء الله يا رب ان ندخل عيالنا عندكم باذن الله تعالى ونكونوا نحن من الفائزين. الله يبارك ان شاء الله تعالى. الله يحفظهم وينبتهم لكم نباتا حسنا ان شاء الله. الله يجزاك خير ويجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا شيخ خالد. شكرا. الله يوفقك. مشاهدينا الكرام بنطلع فاصل وبعدها بنسلط الضوء على اكتمال استعدادات للانطلاق فعاليات معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت. انتظرونا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. أما الآن فننتقل وياكم إلى اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت طبعا الذي سينطلق بإذن الله تعالى في 10 حتى 14 من شهر نوفمبر الجاري. نعم هذا الموضوع الصراحة أنا أحبه وايد. المزيد كلنا نحبه والله. المزيد عن هذا المعرض معنا في الاستديو سيد عبد العزيز الزبارة مدير التخطيط الاستراتيجي والتنظيمي في لوسيل. مرحبا ومسهلا فيك يا عبد العزيز. يا مرحبا ومسهلا فيك عبد العزيز. في البدايه ودنا لو تعرفنا عن هذا المعرض في يعني نسخته الثالثه وش الجديد اللي راح يقدمه باذن الله. طبعا هذا المعرض يعتبر النسخه الثالثه بعد نجاح النسخه الثانيه والنسخه الاولى. لله الحمد زادت فيها اعداد العارضين نعم والزوار. سجلنا ارقام يعني حلوه العام 15000 زائر ما شاء الله. وحتى لاول سنه اللي كنا يعني في اخر لحظه ما شاء الله يعني سجلنا نجاحات كثيره فالحمد لله النجاحات قاعده تتوالى والعارضين قاموا يزيدون وقمنا نغطي الاهتمامات الثانيه لاهتمامات العوائل واهتمامات الزوار من ناحيه استمتاعهم بالحضور سواء كان للشراء او للتثقف يعني باللي موجود او للترفيه. نعم. نعم عبد العزيز لوسيل يعني المعرض في لوسيل لو تعطينا لمحه عن إذا ودك تتكلم عن لوسيل أو مدينة. طبعا المعرض يحتضن في مرسى لوسيل. مرسى منطقة مدينة لوسيل. هذا المرسى من بني على المعايير ومن افضل وارقى المراسي في المنطقه حتى مو بس محليا. المرسى تقريبا هو على هذه المرحله الاولى وهو على مراحل ثانيه الحين 120 قارب والمراحل الجايه إن شاء الله على أكثر من مرسى في لوسيل بيكون تقريباً 1450 ما شاء الله قارب. طبعاً عبد العزيز بس للتنويه فقط أن هذه الصور اللي الآن نعرضها على الشاشة ما هي إلا صور من معرض العام الماضي في النسخة الثانية طبعاً، ويمكن شفنا بعض اللقطات اللي فيها إقبال كبير للجمهور وأكثر الناس متعطشين لمثل يعني هذه الرياضة أو هذه يعني يمكن الثقافة القديمة الحديثة المتواجدة، ولكن يمكن تكون تشكل على البعض من الناس أن صعوبة مثلا الوصول اليها، ولكن الحين دام انتم بديتوا تنظمون هذه المعارض اكيد هذه الثقافه راح تنتشر باذن الله تعالى. عبد العزيز يعني كم هو حجم اجمالي اليخوت المشاركه لهذه النسخه؟ احنا مشاركين تقريبا ويانا 85 قارب باحجامهم مختلف الأحجام. 150 85 عندنا 120 عارض من 20 دوله. الحجم أو التكلفة تقريباً تتراوح بين تقريباً قيمتهم كلهم 500 مليون ريال قطري. أسعارهم يعني من المراكب تبدأ يعني من القوارب العادية لقوارب الصيد يعني من 150 إلى توصل 30-40 مليون. يعني المتوسط لليخوت من 4 مليون 5 مليون يعني على حسب المواصفات على حسب الماركات. يعني عندنا كل الاشكال حتى يعني مثل ما تفضلتوا انها يعني هاي شيء جديد قديم. صحيح. احنا شبه جزيره وكان مصدر رزق البحر للكل وبعدين صار مصدر ترفيه ولا زال رزق وترفيه للكل. يعني ففي المعرض حاولنا ان احنا او حرصنا انه يكون يخدم كل الرغبات. ممتاز. بس عود لو نتكلم عن يعني زائر المعرض، أنا الموضوع الصراحة يعني وايد حلو بالنسبة لي. أنا زائر المعرض شلون راح يستفيد ويقرر مثلا أو يأخذ فكرة أن أنا والله بشتري هذا اليخت أو بشتري هذا القارب أو يعني شلون له دخل من 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 راح يشوف قدامه ومن من راح يستفيد ويأخذ فكرة؟ هل يلف على الشركات كلها؟ هل في عندكم أنتم مثلا استقبال للزوار وتعريفهم بالشركات الموجودة والمعروضة؟ يعني مثل اي معرض اول ما تدخل تعمل التسجيل تستلم كتالوج فيه نبدا عن كل الشركات المشاركه. فانت تقرر شنو الاشياء اللي تبغيها مؤثره، يعني مو بشرط بس انه يخوت او طراريد او مراكب، في معدات بحريه، في خدمات بحريه، في بعد معدات يعني اللي تستخدمها على شواطئ البحر، يعني مثلا يعني حتى للترفيه والجتسكي فأنت تقرر أول شيء وجهتك وشنو اهتمامك. في كل يعني أصحاب القوارب أو الشبياد هذه اللي تجيب الأحواض الجافة تي لها ستاند ولها منتجاتها موجودة قدامها. أو إنه يكون عندها إذا كانت ما مبعارضة شيء هي يعني أشياء ضخمة وكبيرة. تاخذك في رحله بسيطه يا عن طريق الانترنت او عن طريق فيديو او انه يكون تاخذك في مثل ما تشتري سياره تروح ابي اجربها مثلا. اذا كنت يعني مثلا بجاده او شيء تاخذ فيها رحله بحريه. ممتاز. ممتاز. يعني تاخذ فكره كامله عن كامله. اكيد يعني هي تثير الفضول لدى جميع الناس سواء المهتم وايضا اللي وده انه بس فقط يطلع من اجل المعلومه، ولكن اكيد في هناك شركات قطريه راح تكون مشاركه او مشاركه بالفعل. احنا ودنا نتعرف من هي الشركات المشاركه القطريه وشنو هي الخدمات او يعني المنتجات اللي تقدمها في هذا المعرض. اولا بالنسبه للقوارب احنا يعني من النسخ الاولى للثانيه يعني كان في زياده وكان الله يسلمك يعني في شركه او شركتين، الحين عندنا 4 شركات ما شاء الله. واحده منها قطريه، واحده منها تخصصها يخوت فقط اللي هي ناقلات دامن الشيبيارد المحدودة قطر. وعندنا بالهنبار والعديد وحالون. هذول القوارب الصيد. والزين انهم وجودهم واحتكاكهم مع الشركات العالميه يستفيدون في تطوير منتجاتهم. صحيح. هذا شيء ثاني، او الاقسام الثانيه من المعرض فيها المعدات، فيها المعدات البحريه، المعدات الترفيهيه على البحر، الخدمات البحريه، وحتى يعني في جهات شاركت ويانا يعني فيها توعويه للبحر وبرك السباحه من صحه يعني. نعم نعم نعم. انا يعني صراحه احنا يعني مثل ما ذكرت انت اخوي عبد العزيز ان احنا في شبه جزيره، وان يكون عندنا مصانع للطراريد او للقوارب بمختلف انواعها واحجامها واشكالها، هذا الشيء المفروض انه يكون موجود. فانا صحيح. يعني ادعو الشباب اللي يفكرون في مشاريع انه يتوجه لهذه الصناعه، صناعه القوارب، وفي نفس الوقت يزور هذه المعارض عشان هو يستفيد، خصوصا ان انت عندك لو جبت مشروع مثل الحين ما ذكرت انت، الحين موجودين في المعرض 4 شركات صحيح. قطريه، وفي شركات غيرهم يمكن ما شاركت، لكن الشركات محدوده اللي موجوده في دوله قطر بالنسبه للقوارب. ممكن ان اي حد يتوجه لبنك التنميه يعمل له دراسه جدوى ويبتدي في هذه الصناعه اللي هي صناعه لها مستقبل كبير، خصوصا عندنا في دوله قطر. في اداره امن السواحل والحدود يعني انا اقدم لهم الشكر الجزيل. امن السواحل نعم هم مشاركين معاكم وعندهم قوارب هم صانعينها، يعني محلية الصنع يمكن هم صانعينها. أنا مسي عليهم بالخير، أنا يمكن شفتها هذه القوارب، من ضمنهم مخباط. نعم يمكن هذا قبل طلعنا عن تقرير حتى اسمه يعني مخباط يعني. نعم صحيح اسمه خطير. هو صراحة يعني دورهم فعال واستراتيجي وك يعني شريك أساسي في هاي، خاصة في المعرض، خاصة في يعني توجيه المراكب في الدخول وفي الخروج وتأمين السلامة والقنوات البحرية كاملة، في التنظيم كله، في التنظيم يعني. كامل هذا نعم دورهم هاي ويشكرون عليه. وغير أنه أصلا عندهم جناح هناك يعرضون فيه إرشادات للصيادين ومرتادي البحر وبرامج توعويه وينتجوا منتجاتهم بعد. بس منتجاتهم هم القوارب اللي يعملون. هل يعني معروضه ولا مش معروضه؟ اي مره والله عرضوها ذيك السنه، العام او اول العام عرضوها من مخباط. كم بس فقط للعرض يعني مش للبيع ولا تاخذ مخباط؟ لا طيب انا ودي اسالك عبد العزيز، يعني في اشكال وانواع مختلفه للقوارب واليخوت، ولكن شلون احنا نعرف يعني بناء على ايش يتم التسعير؟ يعني الواحد لما يروح وش ياخذ اول مره يعني اذا هو مبتدئ في هذا المجال؟ يعني انت ايش تنصح؟ طبعا على هوايتك اول شيء. نعم. هل انت تبغي للصيد؟ اذا كان صيد فهو في الصيد في انواع واشكال، في اللي حاب مثلا نوع الصيد ماله عنده راعي حداق مثلا، او راعي مناصب وحداق، راعي قراقير يعني هذه لها غوص تختلف. فعندك انت هذا الشيء. من ناحيه الترفيه عاد نفس ما تشتري سياره، انت تبغي سياره جلد، تبي سياره فتحه، تبي في هاي الكرفان نفس الشيء. صحيح. اليخت له نفس الطريقه طبعا، ممشاه حجمه، طوله، عمقه، البيس ماله كيف يعني الغاطس نعم، الغرف، عدد الغرف، الفينشنج مال الغرف، هاي كلها يعني كل واحد واختياره. نعم. في ناس تفضل مثلا ماركات اوروبيه، في ناس تفضل الماركات المحليه، الماركات الامريكيه. وزين يعني الحين تقريبا المعرض بانتشاره تقريبا غطينا السوق الاوروبي كله، يعني قام يجينا كله. الحين ان شاء الله السنوات الجايه بنستهدف السوق الامريكي. نعم. وهذاك بعد طبعا بيفتح افاق كبيره يعني. نعم نعم صحيح. في هاي الشيء بعد. تفضل. اللي بعد جدير بالذكر يعني اللنجات البحريه الترفيهيه او السياحيه. نعم. قامت الناس تهتم ان نسويها يخوت. صحيح. والنسخه الثانيه عرضت كم من مثال هناك. نعم. كان عن طريق المناعي مارين، وهي يعني ما شاء الله مبرع لنج خشب وكل شيء، ومن داخل على المعايير، وحتى صار عليه في تقارير كثيره ما شاء الله. نعم يعني محافظه على التراث والتطور في نفس الوقت، وشفناها يعني كثير. صحيح. يعني انتم اهتميتوا مثل ما ذكرت اخوي عبد العزيز في الاطفال او العائله لما تجي تزور هذا المعرض، ان في عندكم منطقه اسمها القراصنه والحوريات، يمكن حق انا عجبني الاسم والله يسلمك، القراصنه والحوريات. نعم هاي الله يسلمك. شوف الواحد الحين يستهدف ان العائله مثل المول. نعم. عندك تروح تودي عيالك يستانسون وتتشرى، وفي ناس حتى يعني تحب تشارك عيالها في الراي يعني، خاصه لما تروح في اشياء معينه. فاحنا حرصنا انه يكون في مكان يرفه ترفيهي للأطفال وحتى يعني متوسطين الأعمار، وفيها أشياء بعد إرشادية، في رسوم، فيها رحلات بعد يعني في بحرية، في عروض بتصير في البحر. نعم. يعني حتى الولد الصغير ممكن يستفيد من هذا المعرض. بالضبط. نعم. كل الأعمار. نعم. المعرض هذا يستهدف كل الأعمار. الشركة نعم. المنظمة ما قصرت في هالمجال، وحاولت أن كل سنة تتطور، وإن شاء الله يعني هذا يعني مو بالكمان ان شاء الله. كم يوم باقي من المعرض؟ يوم 10 ان شاء الله، يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء واخر يوم الافتتاح. ايوه. ويوم يوم السبت الختام بيكون ساعات يعني العمل فيه من 2:30 الى 9:30 الايام العاديه، وفي الويكند من 12:30 الى 9:30. الله يوفقكم ان شاء الله. واحنا ايضا بدورنا ندعو الجميع للزياره، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق، وايضا هذه المعارض يعني تستهوي كثير من الناس. نتمنى لكم المزيد من التوفيق، وشكرا على حضورك معنا السيد عبد العزيز الزبارة. الله يوفقكم ان شاء الله بالتوفيق. الله يسلمك. تفضل. حبيت ان اضيف يعني اول شيء هذا المعرض بادره من بوادر المحامي عيسى محمد المناعي. نعم. الله يرحمه، توفى الاسبوع اللي طاف، وهو اللي صاحب الفكره يعني، او صاحب حتى الشركه. الله يرحمه ان شاء الله. فيعني نعزي نفسنا ونعزي اهله، وان شاء الله انه نكون نوصل رسالته ونكمل مسيرته فعلا ان شاء الله باذن الله. مثل ما ذكرت انت، احنا نعم. يعني نعزي ونواسي. نعم. وان شاء الله ان رب العالمين ان شاء الله يكون في جنات الخلد باذن الله. شكرا يا ابو سعود، والله يوفقكم ان شاء الله ومنها للاعلى، وان شاء الله كل المعارض الجايه في تطور مستمر باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا ابو سعود. شكرا يا عبد العزيز. مشاهدينا الكرام، ننتقل الى سوق واقف، حيث محطتنا اليوميه اللي بيكون معنا فيها من هناك نديب قناه الريان غانم العلي اللي بيطلعنا على اجواء السوق. يعطيك العافيه غانم، والكلمه عندك. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، امسي عليكم بالخير من سوق واقف. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما انتم شايفين سوق واقف في نهايه الاسبوع في يوم الخميس والجمعه دائما ما يكون حاضر وفاعل بالفعاليات اللي موجوده. طبعا مثل ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام وراي العرض النسائي، وايضا يوجد عرض رجالي على يميني. لكن مشاهدينا الكرام، خلونا ناخذ اراء ضيوفنا الخليجيين، السياح الخليجيين اللي طبعا يقومون ببعض السياحه التراثيه في سوق واقف. خلونا ناخذ رايهم عن سوق واقف. امسي عليه بالخير اول شيء، وايضا امسي او ارحب على شاشه قناه رين، لكن قرب شوي عشان الصوت، قرب شوي. يا هلا ومرحبا فيك، بس عرفني باسمك. ابراهيم الدوسري. يا هلا ومرحبا اخوي ابراهيم، كلمني عن زيارتك لسوق واقف والاشياء اللي شفتها. والله هي زيارتي يعني الطبيعيه، وسوق واقف يعني شهادتنا مجروحه فيه يعني، بيني وبينك يعني هو معلم او مشهور هذا سوق واقف، تعرف في منطقه الخليج كلها يعني. احنا دائما انا دائما اجي سوق واقف يعني، ما في كل مكان افضل من المكان الاخر. اي نعم. في البدايه بس لو تعدل بس وقفتك في البدايه عشان الجماعه بس يشوفون وجهك المنور. الله يسلمك. كلمني عن الاشياء اللي عجبتك في سوق واقف ونالت على اعجابك. والله ما في شيء يعني ما نال اعجابي، بيني وبين كل شيء عندك العرض الرجالي، العرض النسائي، المحلات يعني هذا تراث تاريخي، تراث يعني زي ما تقول يعني مهما اتكلم يعني بيني وبينك السوق يعني شهادتي فيه يعني مجروحه. نعم. شكلك يا اخوي ابراهيم انت من النوعيه او من الشخصيات اللي يحبون التراث فعلا يعني. طبعا اللي ما لها اول ما لها تالي يعني، بيني وبينك يعني التراث هو تراثنا، وخاصه دائما الناس الحين يعودون للحاجات القديمه. صحيح. وهي الافضل ترى يعني، افضل من الحاجات الجديده. زياراتك لسوق واقف، انت زرت سوق واقف من قبل ولا هذه الزياره الاولى؟ كل ما جيت قطر دائما انا اجي باستمرار. نعم. يعني كوني شاري سياره من هنا قبل فتره، وكل بين فتره اجي مثلا اجي قطر على اساس اني اشيكها، واقعد لي ليله ليلتين، ودائما وقتي كله هنا في سوق واقف. وانت عارف الجو عندنا في الشرقيه او في السعوديه او دول الخليج الصيف يعني موحد، فاحنا ما نجي سوق واقف الا في الليل، ما نجي في النهار، فنقعد في الفندق. لا جل يجينا. طيب الجوده، ما تشوف الجو اليوم يعني في سوق واقف، هل يعني يشجع الزياره؟ لا طبعا يشجع يعني، سوق واقف هو دليل يا اخي. شوف العالم ذولي يعني، مو بس على الخليج يعني، امتد ما شاء الله، مو لدول الخليج ولا العربيه يعني، للعالميه. والدليل يا اخي اكثر ما فيه اجانب في السوق هذا. ان شاء الله. انت كم يوم بتكون موجود فيه هنا في الدوحة؟ والله انا لي ليلتين ان شاء الله، يجوز نجلس ليله ثلاثه ونمشي ان شاء الله. يعني مهما جلسنا بيني وبينك ما راح نمل، لا من سوق واقف ولا من اهل قطر. الله يسلمك، احنا في ديرتنا ما لنا بغربه ترى. انا اشهد يا اخوي، انت في ديرتك الاولى، ويا هلا ومرحبا بك في اي وقت. الله يحييك ويعطيك العافيه، ومشكورين على البرنامج هذا. الله يعافيك ويسلمك. مشاهدينا هذا اللي موجود عندي في سوق واقف. خلونا ننتقل مره اخرى لاخواني في الاستديو، الكلمه عندكم. شكرا لك يا غانم، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم، والشكر ايضا موصول لجميع زوار قطر اللي جونا في كل مكان، وحياهم الله في بلادهم الثانيه. نعم خالد، ودك نطلع فاصل؟ توكل على الله. نطلع وياكم اعزائي المشاهدين فاصل قصير، ونرجع بعده نكمل ما تبقى من تراحيب. مرحبا، مساء بكم اعزائي المشاهدين من جديد. في اهتمام اخر احتفل مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر باطلاق مبادرة سفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في بلدنا الحبيبة قطر. نعم طبعا يا سمي، وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإدارة المرور في وزارة الداخلية، طبعا بهدف نشر الوعي حول السلامة المرورية بين الطلبة. نظم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر حفلا لإطلاق مبادرة سفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في الدولة. المبادرة التي تنفذ بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية تهدف للتوعية والترويج لسلوكيات السلامة المرورية بطريقة تعليمية وتوضيحية داخل المدرسة، وبمساعدة وتوجيه من أهل الاختصاص. هذه المبادرة طلعت حين في جهود المركز السلامة المرورية في الجامعة، أنهم اختاروا من كل مدرسة سفير يتواصل مع اللجنة الوطنية ومع مركز الدراسات والسلامة المرورية لنشر الوعي في المدرسة ووضع برامج لهم خاصة للشباب. تعرف أن هذه الشباب هذه المرحلة العمرية اللي نفقدها في أكثر شيء في حوادث المصابين وحوادث الوفيات المرورية. قام مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر بالاشتراك مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بإطلاق هذه المبادرة، مبادرة سفراء السلامة المرورية، وذلك بهدف تفعيل الدور التوعوي لدى الطلاب في المدارس المستقلة في المرحلة الأولى، مدارس البنين المستقلة. وقد غطينا حوالي 80%، 77 إلى 80% من هذه المدارس. هدف المبادرة هو إشراك الطالب نفسه في عملية التغيير عن طريق إعطائهم دورات تدريبية وورش عمل في القيادة وإطلاق المبادرات. وخلال الحفل تم تكريم السفراء الذين تم اختيارهم من طرف المدارس وفق معايير معينة، وتستهدف المبادرة مدارس المرحلة الثانوية للبنين كمرحلة أولى، وسيتلقى السفراء دورات وورش تكوينية لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بين زملائهم. أنا راح أعمل في المدرسة على توعية الطلاب عن طريق الفيديوهات أو الصور، وعن طريق الأنشطة الصيفية في المدارس. أنصحهم من الشباب كلهم بعدم السرعة والتأني، لأن ترى في أم وأب ينتظرونك في البيت وإخوان. بكوني سفير للسلامة المرورية لازم مثلا إني أطالب الإدارة مثلا بتقديم توعيات أو فعاليات بسيطة، مثلا يعني خفايف كذا على السلامة المرورية ومثلا أضرار والسرعة ومن هالأمور، مثلا أنشطة صيفية مثلا عندنا بيكون مثلا عندنا مراكز شبابية ممكن نسوي فيها دورات بسيطة أو محاضرات ندوات شيء عن السلامة المرورية ومن هذه الأمور. كما كرم مركز قطر لدراسات السلامة المرورية خلال الحفل الطلبة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقتي أفضل قصة قصيرة وأفضل صورة معبرة عن سلامة الأطفال على الطريق، واللتين تم إطلاقهما بالتزامن مع أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثالث للسلامة المرورية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الرياض، حيث اختتمت فعاليات بطولة آسيا للأوبتيمست التي انطلقت منافساتها في 23 من شهر أكتوبر الماضي. نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. بمشاركة 118 لاعبا ولاعبة من 17 دولة أسدل الستار على فعاليات بطولة آسيا للأوبتيمست التي نظمها الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائية على شاطئ الحي الثقافي كتارا على مدار 8 أيام. وإلى جانب دولة قطر شاركت في البطولة فرقا من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وهونغ كونغ وسلطنة عمان والصين تايبي وسنغافورة وأمريكا وإيطاليا وتركيا وفنلندا والصين والإمارات وتايلاند والهند والبحرين من أجل الحصول على لقب منطقة آسيا وأوقيانوسيا للفرق والفردي. هذا وقد شهدت منافسات الفردي صراعا مثيرا على اللقب، حتى تمكن السنغافوري دانييل هانغ من خط الصدارة، وتراجع السنغافوري محمد دانيل بن يزيد إلى مركز الوصيف، فيما تمكن التايلاندي سوثون يامبيند من خط المركز الثالث في اليوم الأخير بفارق نقطتين عن السنغافورية جودي لي التي تراجعت للمركز الرابع. أما منافسات الفرق فقد شهدت منافسة شديدة، ولكنها انتهت في النهاية لصالح منتخب تايلاند بعد تغلبه على نظيره السنغافوري في المباراة النهائية، بينما كان المركز الثالث من نصيب الصين. وفي نهاية البطولة أقامت اللجنة المنظمة حفلاً مميزاً حضره جميع الوفود المشاركة من متسابقين ورؤساء بعثات، وقام خلاله خليفة السويدي رئيس الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائية، وعلي ناصر تلفت أمين السر العام في الاتحاد بتتويج الفائزين في مختلف فئات البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً فنياً وتنظيمياً. واستكمالا أعزائي المشاهدين لتغطية المعرض أو معرض سوق السياحة والسفر العالمي المقام في العاصمة البريطانية، ولمناسبة المشاركة الناجحة لقطر وإطلاق الهيئة العامة للسياحة العلامة التجارية الجديدة، نستعرض وياكم الكليب اللي عدته الهيئة العامة للسياحة عن الأوجه السياحية الجميلة للدولة. هذه علامة قطر مشاهدينا الكرام، تكون قطر وجهة سياحية عالمية. قطر شفنا هذا التقرير فيه التمسك بالعادات والتقاليد، صحيح. في نفس الوقت الحداثة والتطور، اندماج البيئة البحرية مع البرية. هذه قطر وعمارة قطر وللأمام دائما بإذن الله. اللهم آمين. وطبعا يعني هذا شيء ملفت الانتباه ويسترق النظر. نعم. إذا وبهذا نكون وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي تراحيب. في أمان الله. مع السلامة.